الكرام، مساء الخير. معاكم النهارده دكتوره دينا حامد، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيكم النهارده في برنامجنا صحه وعافيه. موضوعنا النهارده موضوع مهم قوي، بيتكلم عن الانيميا وعلاقتها بالتغذيه، وازاي نبتدي نعرف ان احنا عندنا انيميا ونصلحها عن طريق الاكل. الاول لازم نعرف يعني ايه انيميا، وايه الاسباب اللي بتخلينا ندخل في مرض الانيميا او الحاجات اللي بتؤدي ليها. رقم واحد، يعني ايه انيميا؟ انيميا يعني في ماده مهمه جدا في الجسم اسمها الهيموجلوبين. دي مهمه جدا لان هي اللي بتوصل الاكسجين للخلايا بتاعه الجسم. يعني كل احتياجات الجسم من اكسجين بتبتدي الهيموجلوبين ده هو اللي بيبتدي ياخد الاكسجين يوصله للخلايا دي الجسم. اسباب الانيميا او ليه احنا بنتعرض لانيميا، رقم واحد ان في ناس كتير قوي بتعمل دايت او رجيم غذائي، نظام غذائي غلط، فيبتدي ينقص المواد الغذائيه اللي الجسم محتاجها فتدخل في مراحل الانيميا. طبعا ده الاشهر سبب او اشهر حاجه ممكن توصلنا للانيميا. في حاجات كتير مهمه، بس ده يعني ده اهم سبب. الناس اللي موجود في البيت ممكن يكون هو بايده اللي بيبتدي يدخل نفسه في مرض الانيميا. الاسباب التانية برضو مهمه ويمكن تكون اكثر خطوره من الاسباب من السبب ده، بس ان احنا يكون عندنا مرض وراثي يدخلنا الماده بتاعه الهيموجلوبين اللي احنا اتكلمنا عليها دي تتكسر، او تكون مش متصنعه صح فمتاديش الوظيفه بتاعتها صح. حاجه كمان ممكن نتعرض في حادثه بعد الشر او حاجه لنزيف، فيبتدي الماده الهيموجلوبين ده تنقص من الجسم، ما يوصلش للجسم الاكسجين بتاعه اللي هو محتاجه. في ناس بيبقوا عرضه اكتر لمرض الانيميا، مش لازم يكونوا يحصل لهم حاجات حادثه عشان يبتدي يخش في انيميا او حاجه، بس في مراحل عمريه كمان اكتر عرضه لمرض السمنه، زي مثلا الستات الحوامل او الستات اللي بترضع بيكونوا اكثر عرضه لمرض السمنه، سوري مرض الانيميا. معانا كمان الاطفال في مراحل البلوغ بتاعتهم، مهم احتياجات جسمهم بتزيد، اذا كانوش بياخدوها بالاكل فهيبتدوا يخشوا في الانيميا. الناس اللي عندهم كرونيك ديسيز زي امراض مزمنه، زي حاجه في الكبد او حاجه في الكلى، فبيبتدي ان هم ما بيوصلش احتياجات جسمهم كويس من الاكسجين عن طريق ان ماده الهيموجلوبين دي بتقل. معنا اتصال ام محمد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. فطبعا كل ما بياكل اكل بيحس بمغص. تمام. فطبعا رحت للدكتور اطفال فقال لي اعملي تحليل براز. عملت تحليل براز، قال لي في التحليل ان هو بكتيريا. الاتصال اتقطع. مستنيك تاني يا محمد لو تعرفي تكلمينا تاني. هو طبعا زي ما الدكتور قالك ان انت لازم تعملي له تحليل براز، تبتدي تعرفي السبب ان هو المغص اللي بيجيله ده. غالبا هو سببه ممكن يكون عنده بكتيريا او حاجه في معدته، هو ده اللي بتخليه يجيله المغص. طبعا ما نقدرش نقول حاجه الا لما نشوف التحليل بتاعه ايه سبب المغص ده. نكمل موضوعنا عن الانيميا او مرض فقر الدم. ازاي ابتدي اعرف او اشك ان انا عندي انيميا؟ اول حاجه، في اول مراحل خالص من الانيميا بيبتدي الوش يكون فيه شاحب باهت، شفايف مبيضه شويه، ممكن يبتدي ما عندوش قدره على التركيز، لو طفل مش قادر يذاكر، لو شخص كبير مش عارف يكمل شغله.
بينام كتير، عنده خمول جامد، مجهوده الطبيعي قل، يعني كان بيطلع السلم كويس ما بقاش قادر يطلع السلم، بينهج لما بيطلع السلم، بضربات قلبه بتزيد بسرعه قوي، لان هو ما عندوش في جسمه الماده اللي بتوصل الاكسجين، فجسمه عامل مجهود اضافي ان هو يبتدي يمارس طبيعته في العمل. ممكن لو بنت تبتدي تحس ان شعرها بيتساقط قوي، في سقوط في الشعر قوي، فيبتدي ده بدايه مراحل الانيميا. طيب ازاي انا ابتدي ادور ايه السبب اللي عاملي كده، او ايه اللي خلاني انا عرضه للانيميا؟ طبعا في تحاليل بيبتدي يشوفها، ما يكونش في حاجه مد حاجه وراثيه، لان دي اقوى الاسباب، ومش الاكل هيبتدي يحافظ عليها لكن مش هيخليني ان انا اصلح الانيميا القويه اللي موجوده دي. لازم اعالج السبب الاساسي. في احتياجات، في مواد الجسم بيحتاجها جدا زي ما قلنا عشان تدخل في الهيموجلوبين اللي هو بيوصل الاكسجين للجسم، زي مثلا الحديد، زي حمض الفوليك، زي فيتامين بي 12. الثلاث مواد دول ثلاث عناصر اساسيه بيحتاجهم الجسم عشان يدخل في ماده الهيموجلوبين ويبتدي كرات الدم الحمراء توصل الاكسجين للجسم. ازاي نلاقيهم؟ فين او نلاقيهم؟ في انه اكل موجود فيه العناصر دي. اولا الحديد موجود طبعا بكميه كبيره زي ما احنا عارفين في الكبده، في اللحوم الحمراء، في البقوليات، موجود برضو بكميه كبيره في الاوراق الخضراء زي السبانخ، الحاجات زي السبانخ، الاوراق الخضراء زي السبانخ. طيب معانا اتصال تليفوني، ام محمد معانا تاني، اتفضل يا ام محمد. ايوه دكتور، اهلا بك. انا اتصلت من شويه. ايوه يا فندم. فطبعا انا عملت تحليل لابن اللي كنت اتصلت من شويه اللي هو 3 سنين. تمام. فعلا طلع في تحليل البراز جال عنده بكتيريا في الامعاء. تمام. عملتي ايه بعد كده؟ معاه دواء. اخدتي، هو المفروض الطبيب اللي معاكي او اللي انت رحتي له هتبتدي ان هو يديكي حاجه علاج او مضاد حيوي على حسب نوع. اداني نوعين دواء. تمام. فطبعا برضو دلوقتي بياكل احيانا برضو بيقول كده. طيب. يعني بياكل بيقول برضو مغص. لسه عنده المغص ده؟ طيب. لسه عنده المغص ده، بيجيله اسهال او حاجه؟ لا لا، البراز عادي. عادي ولا لونه متغير ولا اي حاجه؟ لا لا عادي. تمام. طيب شكرا يا ام محمد. حضرتك طبعا زي ما الدكتور قال لك انت لازم تاخدي الجرعه اللي هو قال لك عليها، ولو لسه مستمريه المغص عندك هو لازم ترجعي للطبيب تاني اللي انت رحتي له. النصيحه بتاعتي انك الاكل تخلي بالك هو بياكل ايه، لان هو زي ما بتقولي 3 سنين، فهو ممكن يكون بيلعب، بياخد الحاجات اللي واقعه في الارض، ايده بتبقى متوسخه ويحطها في بقه، فدي حاجات تقدري ان انت تخلي بالك من ابنك عشان ما يجيلوش البكتيريا دي. نكمل موضوعنا. احنا كنا بنتكلم على الانيميا ومرض فقر الدم، كنا بنتكلم على 3 عناصر اساسيين مهمين جدا اللي هو الحديد وحمض الفوليك وفيتامين بي 12، دول مهمين جدا للماده بتاعه الهيموجلوبين اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. طيب قلنا هنلاقي الحديد في الكبده واللحوم الحمراء وفي الاوراق الخضراء زي السبانخ، هنلاقي الحديد كمان في البقوليات وده مهم جدا، يعني الفول مليان حديد. تمام. المادتين التانيين اللي هو حمض الفوليك او فيتامين بي 12، دول برضو مادتين مهمين موجودين في الحبوب او في الحاجات الحبوب الكامله. العيش مهم جدا، ممكن يعني اخد الاحتياج بتاعي من العيش، طبعا العيش البني بتاعنا. في حاجات احنا بنعملها ممكن تخلينا ما نستفادش بالحديد اللي احنا بناخده، زي مثلا ان احنا بناكل مثلا الكبده ونقوم نشرب بعدها شاي، فده يخلينا ما نمتصش الحديد كويس اللي خدناه في الكبده، ما يخليش امتصاصه كويس. في حاجات بتزود امتصاص الحديد او المواد الغذائيه اللي احنا خدناها، وحاجات بتقلل الامتصاص الحديد. طيب ازاي نزود امتصاصه؟ حاجتين مهمين جدا، ان احنا ناخد حاجات فيها حمضيات اكتر زي الليمون، زي البرتقال، حاجات فيها فيتامين سي زي البرتقال برضو، فده يخلي امتصاصه يمتص بشكل افضل. فاحنا بنعمل حاجه حلوه قوي ان احنا لما بنعمل طبق الفول بنحط عليه ليمون، فده بيخليه يزيد امتصاص الحديد اللي موجود في الفول يمتص بشكل افضل. في مواد بقى موجود فيها الحاجتين دول مع بعض، موجود فيها الفيتامين سي وموجود فيها الحديد، فهي نفسها بتبقى كاملة عنصر كامل ناخد منه احتياجنا ويمتص بشكل صح، زي طبعا السبانخ، زي البروكلي، الحاجات دي موجود فيها الحديد وموجود فيها فيتامين سي فتمتص بشكل كويس.
حاجات عادات خطأ احنا بنعملها بيخلي امتصاص الحديد ما بيمتصش بشكل صح، زي مثلا ان احنا بناخد حديد وبناخد معاه اكله فيها حديد مثلا كبده او لحمه، وبعدها نشرب لبن او ناكل زبادي، فالكالسيوم ما بيمتصش مع الحديد، يعني مش هيمتص الكالسيوم ويمتص الحديد، هما هيوقفوا عمل بعض ومش هيمتصوا. اوكي، ممكن تاني نكون بناكل رده، الرده بتوقف عمل الحديد، ما بتخليهوش يمتص كويس من الجسم، بتقلل امتصاصه، بناخد نسبه من الحديد اللي احنا كلناه، بس الجسم ما بيستفادش بكل العنصر اللي هو خده. ازاي نبتدي ان احنا نتعرف ان احنا عندنا انيميا؟ احنا قلنا قبل كده يكون في بهتان، يكون في خمول، مش بتمارس نشاطك الطبيعي، لما بتتحرك بتبتدي ان انت تحصل نهجان، ضربات قلبك بتزيد. طبعا دي كلها اعراض ممكن تكون مع الانيميا وممكن تحصل مع امراض تانية، فاحنا المهم ان احنا لما يحصل نبتدي نشوف الاعراض دي نبتدي نلجأ للطبيب ونعرف نعمل التحاليل بتاعتنا، نشوف النسبه بتاعه الهيموجلوبين كويسه ولا لا، نسبه الحديد كويسه ولا لا، لان ده هيساعدنا اكتر ان احنا نعرف بالظبط ان احنا عندنا انيميا نصلحها ازاي. ومعانا اتصال، نقول الو استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم. ازيك يا دكتوره؟ ازاي حضرتك؟ اتفضل. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسالك سؤال. انا كان وزني 81 كيلو، بعد كده عملت دايت من نفسي، ما رحتش للدكتور او ما مشيتش على نظام غذائي. تمام. فنزلت بقيت 67 كيلو، وبعد كده جالي انيميا شديده قوي. تمام. فكنت عايز اعرف يعني هل الانيميا دي هتفضل ممتده معايا حتى لو انا رجعت للوزن الطبيعي ولا لا؟ تمام. سؤالين، حضرتك نزلت تقريبا 14 كيلو. مظبوط. نزلتهم في وقت قد ايه؟ يعني في شهر ونص مثلا. تمام، في شهر ونص؟ تمام. اوكي. حضرتك حللت نسبة الأنيميا؟ لا، هو النسبة جديدة، هم قالوا لي النسبة جديدة، لأن أنا كان بيجي لي زي دوخة، وكانت يعني حسيت إن يعني صحتي اتدهورت شوية. تمام. طيب، شكرا يا أستاذ أحمد، هرد على حضرتك. هو اولا الرقم اللي هو نزله ال 14 كيلو دول في شهر ونص هو رقم برضو مش قليل، نزل رقم كبير في وقت صغير جدا. هو كان المفروض تقريبا في الشهر ونص دول يعني يوصل لحوالي 10 كيلو اكتر حاجة يقدر يوصل لها. فطبعا كان اكيد الدايت او الغذاء بتاعه ما كانش فيه العناصر الغذائيه اللي هو بيحتاجها، فابتدى يدخل في انيميا شديده. هو خس كويس، خس صحيح، لكن ما خدش جسمه، حصل له ضعف وما استفادش بالاكل اللي كان بياخده. هو زي ما استاذ احمد بيقول، كنت حضرتك تعرضت لانيميا شديده جدا. هو مبدئيا حضرتك هتبتدي تاخد حاجات اقراص اللي هي فيها الحديد، طبعا ده هتبتدي ترجع لدكتور بشكل مباشر يقول لحضرتك على الاقراص اللي فيها الحديد، يساعدك اكتر ان انت ترفع مستوى الهيموجلوبين، ويعمل لك طبعا تحليل بعد كده يشوف انت وصلت لغايه فين. طبعا في اكل زي ما قلت لحضرتك تقدر ان انت تاكله تعوض بيه اللي حصل ده او الانيميا دي، زي ما قلنا الكبده، اللحمه الحمراء، ممكن الالياف الخضراء، ممكن السبانخ، البروكلي، كل دي خضروات ممكن يكون موجود فيها. الفول مهم جدا، وزي ما قلنا بنحط عليه اي حاجه حمضيه زي مثلا الليمون، ده هيزود الامتصاص بتاع الحديد. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. اوكي، نكمل موضوعنا. ممكن نعرف ايه تاني من الاكل محتاجين ناخد منه العناصر الغذائية بتاعتنا؟ طيب، معانا اتصال تليفوني، نقول الو ام احمد. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، اتفضلي. انا الله يخليك، انا حاليا حامل في الشهر الثاني. تمام. فانا عندي نسبة الانيميا عندي 10.5، ده كان في بداية الحمل، كانت 10.5 في بداية الحمل. تمام. انا حاليا لسه ما حللتش يعني هيموجلوبين وكده. تمام. بس انا يعني ايه حاسة برضه بضعف جامد، حاسة ان انا يعني مثلا بدوخة، بحس الدوخة دايما. تمام. ووشي برضه حاسة ان هو بهتان فعلا زي ما حضرتك بتقول. تمام. بس انا مش عارفة كل الحمل ما يكبر كل ما النسبة ديت هتقل مني، يعني ال 10.5 دلوقتي مثلا هيبقى في الشهر الثاني مثلا ممكن يكون 8 او كده. وبعدين انا حضرتك دلوقتي في الشهر كام؟ انا حاليا في الشهر الثاني، يعني لسه ما خلصتش الثاني. نعم؟ لسه يعني لسه ما خلصتش الشهر الثاني. تمام، يعني حضرتك في بدايه الحمل لسه. ده اول حمل ليكي ولا كان لا. في حمل؟
لا هو كان في حمل قبل كده بس ما حصلش نصيب يعني وكده. تمام. بس معايا احمد في عنده 9 سنين حاليا. تمام اوكي. وفي سؤال ثاني يا دكتوره بعد اذنك. اتفضلي. انا لما اجي مثلا اخد حمض فوليك او اخد، انا حاليا ماشي على حمض الفوليك. تمام. انا لما اخد حمض الفوليك، هل لو اخدت ورا حمض الفوليك مثلا عصير الليمون او اي حاجه ممكن ده يزود امتصاص حمض الفوليك؟ تمام. طيب. ولا عادي ولا لا اي حاجه اقطع بميه بس؟ هرد على حضرتك، لا انت لازم تاخديه بميه، لازم تاخديه الميه، وممكن بعد كده تشربي العصير اللي انت عايزاه. حضرتك في بدايه الحمل زي ما قلنا النسبه بتاعتك 10.5، انت لازم دلوقتي في اول 3 شهور طبعا بجانب الاكل تاخدي برضو حاجات عن طريق الادويه، تاخدي حمض الفوليك ده مهم جدا عشان ده بيساعد في تكوين الاعصاب عند الطفل، فانت لازم في اول 3 شهور هتاخدي الحمض الفوليك بجانب طبعا الاكل، يعني لازم تاخديه في ادويه وجانب الاكل. وكمان الحديد هتركزي عليه في الاكل زي ما احنا قلنا، الفول، ممكن اللحوم الحمراء، الكبده، دي مهم جدا وركزي عليهم في اكلك. معانا اتصال اخر، واستاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي دكتوره، انا كنت شايله الرحم من 4 سنين. اوكي. وبعدين كانت بتجيلي اعراض، بدات تجيلي اعراض شيل الرحم. تمام. وبعدين الدكتور كتب لي على كلمه يونيون ده. فانا هو ده بتاع الام الطمس، فانا مش عارفه اخده ولا ايه. تمام. مش عارفه ده صح ولا ايه. حضرتك ترجعي لدكتور نساء افضل. ميرسي يا فندم. تمام. معنا أسئلة عن طريق الرسائل. تمام. أحمد بيلعب كمال أجسام وهو عاوز يزود حجم العضلات بتاعته. طيب. نصيحتي يا أحمد، أولا ما تبتديش أن أنت تلجأ للحاجات اللي موجودة في الجيم اللي هي زي الأمينو أسيدز والمواد اللي بتزود العضلات. أنت تعتمد على الرياضة أكتر، تبتدي أن أنت تزود الأثقال اللي أنت بتشيلها بالوقت، بس ما تلجأش الحاجات إضافية من الأدوية. عاوزك بس تركز في الأكل بتاعك، أهمهم طبعا البروتينات، ومحتاج مية كويس، سوائل كتير، عشان تبتدي تعوض اللي انت بتفقده في الرياضة. معانا اتصال. أستاذة فاطمة. أيوة. أيوة يا فندم، زي حضرتك. السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل. الله يخليك. أنا لساني يا دكتورة بيشقق بس مش احمر، مبيض. تمام. مبيض. وجبت جل ابو 18 جنيه ده ما عملش حاجه. تمام. وجبت جل تاني ما عملش حاجه. تمام. فعايز يعني بيروق يومين ويرجع تاني. تمام. طيب استاذه فاطمه. أيوة. حضرتك ده حصل من امتى؟ نعم. حضرتك ده حصل من امتى؟ ده بقاله فتره بس بيروح بيرجع. بقاله شهر سنه؟ لا اكتر، بقاله بتاع 3 اشهر كده. تمام. وحضرتك استعملتي الدواء اللي الدكتور قالك عليه وما جابش نتيجة؟ ما جاش منه نتيجة. لا. طيب. ده مش دواء، ده بتاع ده جل. جل على لسانك، يعني بتحطيه على اللسان. تمام. ما عملش حاجة. طيب خلاص، هرد على حضرتك يا استاذة فاطمة. انا عاوز اقول لحضرتك ان هو طبعا بتحتاجي حاجه دواء يبتدي يشيل الفطريات اللي اتكونت على لسانك دي، لان هو البياض ده غالبا ابتدت تتكون فطريات. بس اهم حاجه تبتدي تركزي عليها، هو هتلاقي غالبا انت في عنصر غذائي اسمه الزنك، ده بيبتدي بما بيفقد بتفقد الجسم مبيبقاش موجود فيه، فبيبتدي يبيض اللسان كده او يحصل فيه تشققات زي ما حضرتك قلتي. فانت فين تلاقي الزنك ده؟ ممكن تاخديه طبعا من الادويه، او تركزي عليه في مواد غذائيه طبعا بس بتاخديها بشكل كبير، زي مثلا الاسماك، زي الخضروات، او الاوراق الخضراء، تبتدي ان انت تلاقي فيها ماده الزنك بشكل كبير، فتعوض جسمك من ده. اذا استمر معاكي طبعا لا هتبقي محتاجه زنك عن طريق الادويه مش بس عن طريق الاكل. معانا سؤال كمان. استاذ احمد اتفضل معانا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا استاذ احمد. حضرتك يا فندم، معايا المدام بتحمل بعد 45 يوم وبيحصل تثبيت. تمام. فكنت عايز اسال بس على ايه الاغذيه المطلوبه في الفتره الاولانيه اللي في بدايه الحمل، عشان نعرف مثلا الحمل ده يبقى كويس. معلش سؤالك تاني يا استاذ احمد.
بقول لك عندي المدام على 45 يوم متسجل. تمام. فكنت عايز اسال على الاغذيه المطلوبه في البدايه في الاول كده دلوقتي عشان يعني تساعد على عدم التسجيل. تمام. هو ده اول مره تسقط ولا كان في سقط؟ مرتين قبل كده. تمام. مرتين. طيب شكرا يا استاذ احمد، هرد على حضرتك. هو طبعا اولا ان هي لازم تستشير دكتور نسا هيدلها ان هي، لان هي سقطت دي المره الثانيه، فربما يكون في بعض الامراض اللي بتبتدي ان هي تكرر السقوط معاها. هي مهم جدا في اول 45 يوم او في الاول 3 شهور من الحمل ان هي تبتدي تتغذى بشكل صح. زي ما احنا قلنا اول حاجه مهم جدا حمض الفوليك، لان ده بيبتدي يدخل في تكوين الطفل بشكل مباشر على الاعصاب بتاعته وتكوين الخلايا العصبيه والمخ، فيبتدي الطفل يعني ينمو بشكل صح. الحاجه الثانيه مهم جدا طبعا نسبه الحديد، زي ما احنا قلنا ما يبقاش فيه انيميا عشان ما يبتديش يدخل ده برده الطفل يطلع عنده نسبه من الانيميا، لان الام لسه كمان هتكمل 9 شهور وكمان لسه هيبقى فيه ولاده، ممكن يبقى فيه نزيف فتبتدي انها تتعرض لانيميا اكبر. فلازم ان هي طول فتره الحمل ان هي تبتدي تظبط مع الدكتور بتاعها اللي هي بتتابع معاه النسبه بتاعه الحديد عشان ما تدخلش في انيميا. نكمل الرسائل اللي معانا. ام احمد بتقول في ان عندها ان هي سمعت على ان في اكل بيخليها ان هي تبقى تجيب ولد او تجيب بنت، هي عايز تعرف ايه الاكل ده وايه اللي يخليها تجيب ولد. طيب هو الكلام ده جديد جدا ان هو ان في اغذيه تبتدي ان هي تاثر على ان الطفل يطلع بنت او يطلع ولد. هو مش بيخليك ان انت تجيبي بنت او تجيبي ولد، لا، هو في اغذيه افضل لو انت حامل في بنت او انت حامل في ولد يبتدي ان انت تخليكي يحصل الطفل على التغذيه السليمه ليه او الصح ليه، لكن مش هتخليكي ان انت تجيبي ولد او ان انت تجيبي بنت. طيب نكمل معانا استاذ عبد الرؤوف بيسال ان عنده التهاب في القولون، ايه الاكلات اللي ممكن تريح القولون بتاعه؟ اولا هو حضرتك لازم يا استاذ عبد الرؤوف تبتدي تتابع الاكل بتاعك وتعرف ايه اللي بيسبب الهيجان او الالتهاب بتاع القولون. اهمهم طبعا اهم حاجتين ممكن نبتدي ان احنا نتابعهم كويس، يا اما البقوليات يا اما الالبان. تمام، حضرتك لازم تتابعهم بشكل مستمر، تبتدي تعرف لما اكلت فول مثلا ابتديت تتعب اكتر، ولا لما اكلت بالليل مثلا بالليل اتعشيت زبادي فابتديت الصبح حسيت ان انت القولون بتاعك تعبان او معدتك تعبانه مش مرتاحه. تتابعهم بشكل مستمر، هو فعلا اللبن هو اللي عمل السبب ده او حاجه تانية. لو كان هو اتاكدت ان اللبن هو اللي عمل كده او الزبادي هو اللي عمل كده، فحضرتك هتبتدي تقلل طبعا وتاخد بالك كويس قوي لما تاكل تشرب لبن او تاكل زبادي، وتقللها بالتدريجي النسبه اللي انت او الكميه اللي انت بتشربها او بتاكلها. طيب استاذه محاسن بتسال، هو شرب اليانسون كتير مفيد للمعده؟ انا عندي قرحه في المعده. هو شرب اليانسون فعلا مفيد للمعده، حضرتك بيهدي المعده، وهو في حاجه مهمه كمان ان هو فيه مواد مضادات اكسده، فبيخليكي ان انت ما تتعرضيش لحاجات بتاكسد الخلايا بتاعتك او بتاكسد الماده الوراثيه بتاعتك اللي هو الدي ان ايه، ما تتعرضش للاكسده، فده بيطول لو في خطوره او عرضه لامراض السرطان بعد الشر بيخلينا ان احنا نخلينا نتجنب ده اكتر. طبعا بالنسبه للقرحه اللي حضرتك بتقولي عليها، الاكل اللي تقدري ان انت تاكليه وتتجنبي ان انت تحسي بالم القرحه، طبعا رقم واحد الحاجات اللي فيها كافيين زي الشاي زي القهوه لازم تبتدي تقللي منها جدا. بالنسبه للادويه الحاجات المسكنات تاخدي بالك كويس قوي، لازم ترجعي للطبيب اللي انت بتتعاملي معاه المسكنات دي فيها بتزود القرحه ولا لا. الحاجات اللي فيها كافيين زي قلنا القهوه او الشوكولاته او عموما الحاجات الغامقه دي بلاش منها لان هي بتزود القرحه. مدام سهير كانت بتسال عايزه اكل تنشيط التبويض. طيب
يا مدام سهير، وما فيش حاجة اسمها اكل بتزود التبويض، هو عموما ان انت تكوني بصحة كويسة، ان انت تكوني وزنك مثالي. زيادة الوزن بتخليك ان انت توصلي لمرحلة ان انت مش قادرة ان انت تجيبي اطفال او مش بتخلفي. فانت لازم اول حاجة تبصي عليها ان انت تكوني بتاكلي صح، اكل غذاء متوازن. رقم اتنين، لازم تقللي وزنك لو انت وزنك فيه زيادة، لان كل ما بيزيد الوزن كل ما بتقل فرصة انجاب الاطفال. فهتحاولي ان انت تقللي من وزنك لو فيه زيادة تقلليها وتخشي في الوزن المثالي او المناسب ليك. طيب استاذ سامح بيسأل عاوز يزود الرغبة الجنسية ويزود الحيوانات المنوية، برضو نفس الكلام، هو مفيش اكل بيزود الرغبة الجنسية او اكل بيزود الحيوانات المنوية، هو حضرتك لازم تاكل اكل صحي متوازن وصحتك تكون كويسة. زي ما قلنا برضو انك تكون في الوزن المثالي، ده هيساعدك اكتر. طيب معنا اتصال استاذ احمد. سلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ سؤال يا دكتور، انا وزني 90 كيلو، الزيادة اللي عندي في منطقة الكرش شوية. تمام، عايز حضرتك تقول لي نظام غذائي كده امشي عليه بحيث ان انزل بس وزني. انا مش حابب بس اخد لا حبوب ولا اخد اقراص ولا اخد اي حاجه. تمام، حابب حاجه طبيعيه كده، بس انا مشكلتي ان انا ما بمشيش كتير. تمام استاذ احمد، اسال حضرتك بس، حضرتك تعرف طولك كام؟ انا طولي 165. طيب شكرا يا استاذ احمد، هرد على حضرتك. طيب استاذ احمد بيشتكي من مشكله مهمه جدا الناس كتير بتشتكي منها، اللي هي منطقه الكرش. هو اولا استاذ احمد 90 كيلو وطوله 165، طبعا هو في زياده عامه، في زياده عموما في جسمه. 90 كيلو كتير قوي ان هو يكون طوله 165 ووزنه 90، فده عنده وزن زايد كتير. هو اول حاجه لازم حضرتك تبص عليها يا استاذ احمد ان في زياده فعلا في الوزن، في زياده في الوزن، بس انا عارفه ان المشكله اللي مضايقه حضرتك اكتر الكرش. اول حاجه تقدر ان انت تتعامل معاها مع حاجه زي كده، ان انت تبتدي تقلل وزنك كله عموما، محتاج تقلل وزنك وبعدين تبتدي تفكر في منطقه الكرش. ممكن لما تقلل وزنك الكرش ده يقل، ولو لسه في زياده او لسه منطقه الكرش مضايقاك فانت تبتدي تلجا لحاجات اضافيه تخسس المكان ده بشكل شخصي. ممكن الرياضة، تركز على التمارين جدا اللي هي بتاعة البطن، هتساعدك قوي ان انت تخسس المنطقة دي. ممكن تبتدي تلجأ لحاجات السمنة الموضعية، او تبتدي تلجأ للأجهزة اللي بتتعامل بشكل موضعي مع السمنة في مكان معين. دي نصيحتي لحضرتك، بس حاول تقلل وزنك. طبعا ما اقدرش اقول لحضرتك نظام غذائي معين تمشي عليه، بس اهم حاجه تقدر تركز عليها ان انت لازم تاخد الثلاث وجبات، لازم تفطر، لازم تتغدى، لازم تتعشى، لان انت اذا ما اكلتش وجبه معينه بيبتدي جسمك ما يحرقش الوجبه اللي قبلها اللي انت خدتها، جسمك حاسس ان انت في حاله مجاعه فما حرقش عشان بيخزن السعرات الحراريه جواه فما حرقهاش. فلازم تفطر، لازم تتغدى، لازم تتعشى بانتظام. تمام، مهم جدا ان انت تركز على الفاكهه وعلى الخضروات، لازم تاخد في خلال يومك تقريبا 5 وحدات فاكهه او خضار. بلاش طبعا ان الاكل قبل الليل هو الوجبه الرئيسيه بتاعتك، تخليه دايما بدري، يعني الغدا تاخده بدري. طبعا قبل ما تنام تبتدي ان انت تعمل فتره ما بين اخر وجبه اللي انت اخدتها وجبه العشاء وبتنام عشان ان انت تحرق كويس. طبعا حاول ان انت تبتدي تمارس رياضه، تمشي، مش مطلوب ما يعني مش مطلوب اكتر من نص ساعه مشي 3 مرات في الاسبوع، فده هيخليك ان انت تبتدي تقدر ان انت تنزل وزنك شويه. نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه، احنا كنا بنتكلم على موضوع الانيميا. انا عاوزه بس اقول ان مهم جدا ان احنا ناخد بالنا احنا بناكل ايه. مهم الانيميا ده موضوع مهم جدا، لان احنا لو ابتدينا ان احنا نحس ان احنا تعبانين مش قادر نمارس نشاطنا اليومي، سواء طالب بيذاكر او حد شخص بيشتغل، فلما نحس بالانيميا مش هنقدر نمارس نشاطنا اليومي، مش هنقدر ان احنا لا الطالب يركز في مذاكرته ولا اللي بيشتغل يكمل شغله زي ما هو متعود عليه.
نركز قوي على الاكل اللي فيه حديد زي ما قلنا، اللحوم الحمراء، البقوليات، الالياف الخضراء زي البروكلي زي السبانخ مهمه جدا، زي ما قلنا برضو ان احنا نزود امتصاص الحاجات اللي احنا بناخدها او الحديد اللي احنا بناخده، زي ما قلنا الفول نحط عليه ليمون، ناكل معاهم لو كلنا لحوم بعد كده ناكل برتقان هيزود الامتصاص بتاعنا. لو حسينا ان الاعراض، طبعا كل الحاجات الاكل اللي احنا بنتكلم عليه ده هيخلينا نتجنب ان احنا يجيلنا انيميا بالاعراض بتاعتها. لو الاعراض زياده نبتدي نلجا للدكتور بتاعنا او نشوف استشاره طبيب. احنا ممكن نبقى محتاجين عن طريق الادويه يعني كميه اكبر من الحديد او كميه اكبر من العناصر دي موجوده في الادويه، مش هنقدر ان احنا ناخدها كلها من الاكل. يعني لو تعرضنا الانيميا شديده زي ما كان معانا اتصال، فهيبتدي ان هو لازم يبتدي ياخد النقصه من الادويه، مش هيقدر ان هو الاكل بس يكفر او يغطي الانيميا اللي عنده. طيب نكمل الاسئله، الرسائل اللي معانا. في سؤال بيسال، هو عنده دهون على الكبد ووزنه 96، طوله 165 والطول 165، هو عايز يعرف لو في نظام غذائي يقدر يمشي عليه. طبعا هو في اسباب كتير يبتدي ان احنا ندخلنا في الدهون اللي على الكبد دي، يا اما ممكن يكون حصل له زياده سريعه في وقت قصير فابتدى ان هو الدهون دي تتحول وتتخزن في الكبد، او العكس تماما ان هو خد رجيم غذائي وعمله وخس بسرعه جدا فابتدت الدهون تتخزن على الكبد. طبعا بالوقت الدهون دي هتبتدي تعمل مشاكل اكبر، تضعف من اداء الكبد، ممكن يدخل بعد الشر في تليف او مشاكل اكتر في الكبد. يعني هو وزنه 96 وطوله 165. طيب هو الوزن المثالي لده المفروض يكون يعني 65 كيلو او لغاية 70 كيلو، هو ده اكتر وزن ممكن يوصله. طبعا احنا في زيادة عندنا غالبا 20-25 كيلو، فدول طبعا بيبقوا مؤثرين على عليه وعلى حركته وعلى النشاط بتاعه. اهم حاجه زي ما احنا قلنا ان احنا ناخد الثلاث وجبات، لازم ناخد 5 وحدات من الفاكهه ومن الخضار خلال اليوم، لازم نشرب ميه كويس جدا لانك لو ما شربتش ميه جسمك مش هيحرق كويس، لازم نبتدي ان احنا نمارس رياضه زي ما احنا قلنا تقريبا 30 دقيقه 3 مرات في الاسبوع، بس مشي مش لازم رياضه عنيفه. لو تعودت على دول 30 دقيقه هيبقوا هيساعدوك ان انت تحرق بشكل افضل. زي ما احنا قلنا الميه، في مشروبات كتير الناس بتتكلم عليها ان هو بتزود الحرق، هو ما فيش حاجه دلوقتي يعني ليها اثبات علمي غير الشاي الاخضر. الحاجات الباقيه مفيده للجسم وفيها عناصر مفيده للجسم وفيتامينات، بس مش بتساعد ان هي تزود الحرق او بتحرق، بتزود الحرق في الجسم. فالحاجه المفيده بس هو الشاي الاخضر، فلو حضرتك شربته 4 أو 5 كوبايات في اليوم هيساعدك ان انت تزود معدل الحرق بتاعك، وطبعا الرياضه مهمه جدا. بالنسبه للانظمه الغذائيه اللي اقدر اقول لحضرتك عليها، زي ما قلنا مفيش نظام معين، تبتدي تقلل بس الدهون بتاعتك، ما تاكلش دهون زي الاول، تبتدي تقلل استخدام الزبده الزيت السمنه في الاكل، التركيز الاكبر هيكون على الفاكهه والخضار. يعني اذا خدنا نشويات مثلا في الغداء، ابتدي قلل النشويات بتاعتك. لو انت كنت بتاخد طبق رز كبير فصغره وخليه طبق رز صغير، لو كنت بتاخد رغيفين عيش فخليه رغيف واحد. ده في الاول هيخليك تفقد وزن بشكل كويس ويخليك تمشي كويس. نصيحتي بس انك ما تمنعش حاجه، يعني ما تمنعش النشويات خالص. يعني في ناس بتمنع النشويات معتقد ان هي كده بتخس، وما فعلا بيخسوا، بس زي ما احنا قلنا بيبتدي ان هو يفقد عناصر غذائيه مهمه جدا في جسمه وجسمه محتاجها. كمان في نركز على الفاكهه زي ما احنا قلنا، بلاش استبدالها بالعصير لان العصير بيبقى فيه سكريات كتير، وبنحرم الجسم من الالياف اللي ممكن تبقى موجوده في الفاكهه ان هو ياخدها، فبناخدها في شكل عصير بس ما استفدناش منه اكتر من انه السكريات اللي فيه بس. طيب ازاي نمارس الرياضه وازاي نبتدي ان احنا نعمل في الرياضه؟ اولا
في حالات ما ينفعش ان هي تبتدي رياضه عنيفه كده من الاول، لازم ان هي تبتدي بشكل بسيط الاول وتبتدي تزود الرياضه بتاعتها. طبعا الناس اللي عندهم في وجع في الظهر، في الم في الغضاريف، في روماتيزم، في وزن تقيل جدا، فبلاش ان احنا نبتدي رياضه بشكل عنيف، او حتى ممكن ان احنا ناجلها بعد ما نخس شويه، نبتدي ان احنا نبتدي رياضه، لان احنا لو عملنا رياضه والوزن زايد فاحنا كده بنبتدي نحمل على الفقرات والغضاريف. طيب فاحنا نبتدي رياضه ان احنا نزود المعدل بتاع الرياضه بتاعنا. احنا الصح طبعا ان احنا نعمل نص ساعه 3 مرات في الاسبوع، بس احنا ممكن نبتدي بشكل بسيط جدا 10 دقائق، نزودهم كل اسبوع نعمل 10 دقائق مرتين 3 في الاسبوع، الاسبوع اللي بعده نعمل ربع ساعه، والاسبوع اللي بعده نعمل نص ساعه. طبعا لما بنوصل لنص ساعه احنا بنبقى خلاص جسمنا اتعود على الرياضه، ممكن احنا بعد نص ساعه يا اما نستمر عليها شويه يا اما ان احنا نبتدي نكمل فوق النص ساعه. طيب مهم جدا التغذيه كمان في زي ما احنا قلنا بالنسبه للستات الحوامل او اللي بترضع، ان انت تاخدي بالك ان انت تتغذي كويس جدا، لان غذائك في الفتره دي هيبتدي ينتقل لطفلك، فما تاخديش دهون كتير، قليلي من كميه الدهون اللي انت بتاخديها، اشربي ميه كويس، لازم تاخدي مش اقل من 4 كوبايات لبن خلال اليوم، لان ده هياخد كالسيوم كويس يبتدي يتنقل لطفلك. وخدي بالك زي ما انت بتاكلي زي ما ابنك هياكل بعد كده، فما تاخديش دهون كتير عشان ما يطلعش ابنك عنده زمنه او زياده في الوزن. وبرده نفس الكلام لما الطفل يتولد لازم تاخدي بالك جدا من النظام الغذاء بتاعه او الاكل اللي انت بتديهوله، ما تدوش حاجات فيها دهون كتير، اول 6 شهور بس بترضعيه ما بتدوش اي حاجه من بره، طبعا الا اذا كان عنده مشكله صحيه يعني. وبعد كده خدي بالك ابنك لما بتاكليه، الطفل اللي كان بيعيط وهو صغير، فلما بيعيط وانت بتديله بتسكتيه فبتاكليه، لما هيكبر هو ده نفسه هيبقى لما هيكبر ويحس ان هو متضايق او زعلان شويه هيبتدي ان هو ياكل. انت عودتيه على كده من صغر. معانا اتصال. السلام عليكم استاذ علاء. استاذ علاء بعد اذنك ممكن نوطي التلفزيون بعد اذنك؟ جمال يا فندم الفيوم. اتفضل يا استاذ علاء. جمال يا فندم الفيوم. استاذ جمال معلش انا اسفه اتفضل. ولا يهمك يا فندم، انا عندي حضرتك طولي 172 سم. استاذ جمال انا مش سامعه حضرتك معلش علي صوتك شويه. طولي 172 سم. تمام. و يا فندم شغال اصلا فران في مخبز. تمام. وقفتي كل يوم 5 ساعات او 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 6 ساعات كل يوم. بتقف 5 أو 6 ساعات متواصله. تمام. بحس بالم بقى في ظهري جامد. بس ده حضرتك تعرف وزنك قد ايه؟ وزني طيب. هو انا نصيحتي بس لحضرتك اولا الوقفه الكتير دي هتبتدي تعرضك ليه زي ما حضرتك قلت ليه الام اللي في الظهر، وممكن ندخل كمان في مشكله في الدوالي في الرجلين، فحضرتك لازم تبتدي ان انت تتحرك كل تقريبا نص ساعه، تبتدي ان انت تتحرك، حاول تقعد شويه الفتره اللي انت قاعد فيها ما بتشتغلش، حاول ان انت تبتدي ترفع رجليك على كرسي او على حاجه عاليه عشان ما يبتديش ان يظهر الدوالي دي. الالام اللي في الظهر ممكن تكون من الوقفه، ممكن يكون في وزن زياده، فاول حاجه هنبتدي نفكر فيها ان حضرتك تبتدي تنزل وزنك لو في زياده في الوزن. طبعا الالام اللي في الظهر عشان نعرف برضو السبب صح لازم حضرتك تبتدي ترجع ل دكتور عظام يبتدي يفيدك اكتر. عندي ليكم نصيحه مهمه جدا نختم بيها برنامجنا، حاولوا ان انتوا الرياضه مهمه جدا، الخضار زي ما احنا اتفقنا، والفاكهه مهمه جدا جدا، حاولوا ان انتوا تركزوا على معظم اكلكم خضار وفاكهه، ومحدش يعمل رجيم يمنع منه ماده غذائيه، لازم ناخد اكل متوازن عشان ناخد كل العناصر الغذائيه بتاعتنا اللي الجسم محتاجها. بلاش الرجيمات اللي بتنزل بسرعه، ما يهمنيش ان انا انزل وزن بسرعه، يهمني ان انا انزل وتبقى صحتي كويسه عشان اتجنب الامراض ونقص الفيتامينات ونقص المعادن اللي الجسم بيبقى محتاجها. أرجو أن تكونوا استفدتوا النهاردة، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.